السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في الفيديو الخامس من دروس الأجر داتا بروتكشن. المفترض إن إحنا هنناقش دلوقتي الكومبينيشن الخاصة بالباك أب لو أنا عندي أون بريمسس ريسورسز وعاوز أطلعها مع الأجر. بس قبل ما نعمل كده كان في حاجة مهمة جدا لازم نتناقش فيها، قاعدة كده، قاعدة لازم نمشي عليها علشان نستكمل باقي الدروس. القاعدة دي بتقول إيه؟ بتقول أي ريسورس في اي ريجون محتاج سيرفيس فالت في الريجون ديت. يعني ايه الكلام ده اختصارا؟ اختصارا لو انا عندي سي في ام موجوده في امريكا او في كندا مثلا، ما ينفعش اروح اقول يا فالت يا موجوده في الامارات روحي خدي لي الباك اب من في ام موجوده في لوكيشن ثانيه وليكن مثلا في امريكا او في الهند او في كندا او في استراليا وات ايفر. الكلام ده تعالى نشوفه عملي وهنشوف هل فعلا هيقبل مني الكلام ده ولا لا. احنا علشان كنا ندخل ناخد باك اب من اي ريسورس عندي سواء على الاجر او على الاون بريم، كنت بعمل ايه؟ كنت بفتح الفالت الخاص بيا وبتوجه على الخياره اللي اسمه باك اب وبقول له اوكي انا هباك اب اشياء من اجر وبشتغل على البوليسي سواء هكريت نيو او الديفولت بوليسي، وبعد كده بقول له لو سمحت انا عاوز اد ريسورس. فهنا بيقول لي ايه؟ مفيش ولا فيرتشوال ماشين ولا ريسورس ولا اي شيء، مع انه فعليا لو رحت كده للصفحه ديت اللي انا بستعرض من خلالها الفي ام اللي عندي هلاقي فعليا ان انا عندي في ام 1 في ام 2، ولكن نخلي بالنا اللوكيشن هنا موجود فين؟ في كندا، بينما الفالت الخاص بيا موجود فين؟ موجود في الامارات. وهنا علشان هو بيلفت نظري او بياكد لي على المعلومه ديت هو هنا بيقول لي الفيرشن ماشين ان ذا سيم ريجون از فالت اند نوت بروتكتد باي انذر فالت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم انه الفي ام الخاصه بيك تكون موجوده في نفس الريجون اللي موجود فيه الفالت الخاص بيك، وكمان ما تكونش الفي ام ديت محميه بواسطه اي سيرفيس فالت ثانيه. يبقى كده القاعده بتقول ايه يا شباب؟ مره ثانيه علشان تاكيدا، اي فالت هتكريت لي في اي ريجون هو بس هيبقى مسؤول عن الريسورس الخاصه بالريجون ديت. تمام كده يا شباب؟ تمام. تسهيلا على نفسنا، تسهيلا علشان نستكمل الشرح الدروس، تعال نكريت سريعا كده فالت ونحطه فين؟ نحطه في الايكويشن الخاص بكندا ايست. نخلي بالنا برضو ان انت في اللوكيشن هتطلع لك كندا ايست، كندا ويست، كندا سنترال، وات ايفر. فبالتالي وانت بتكريت الفالت الخاصه بيك انت برضو مطالب ان انت يبقى الريجن هنا ايكوال الريجن الخاصه بالريسورس جروب اللي انت هتشتغل عليها. فهنروح للهوم وزي ما اتعلمنا الدرس اللي فات هكريت واحد جديد، ولكن هنتبه ان الريجون الخاصه بيه هتبقى موجوده في الكندا ايست. اختارها من هنا وبعد كده بقى هقول له انا ما عنديش مشكله برضو الريسورس جروب احطه في نفس الريسورس جروب، ما عنديش اي مشاكل، ولكن شرط ان الفالت ده يكون موجود في كندا. سميه لي انا هنا بقى هسمي، بدات افهم بقى هسمي انه والله الفالت ده خاص بكندا خلص كده هيبقى الدنيا ان شاء الله بالنسبه لي واضحه واستطيع اني استكمل دراستي. تمام هو هنا انتهى تماما. فهروح سريعا لو رحت كده للباك اب الخاص بيه وقلت له انا عاوز باك اب ايجور فيرشوال ماشين، من المفترض ان الاثنين في ام اللي عندي اللي موجودين في نفس الريجن دلوقتي يكونوا ظاهرين، مفيش اي مشاكل على الاطلاق، وفعلا هو ده اللي تم. وبكده نقدر نبدا موضوع النهارده اللي هنتكلم فيه. موضوع النهارده ايه يا شباب؟ احنا قلنا ان احنا هنستعرض مع بعض عمليات الاعداد اللي بتتم لما احب اني انقل الريسورس اللي عندي على اون بريم
اوديها باك اب كلاود. فهنا بيطلب مني بعض الكونفيجريشن او بعض الستبس اللي هيطلبها مني. تعال نستعرضها مع بعض كده ونفهمها كويس جدا لانها بتحتاج وقفه. في البدايه كده انا هقول له انا هروح على الاونبريم عندي، او انه الريسورس جاياك من الاونبريمسز عندي. فهنا هيبدا يسالني انت ايه اللي جاي بالظبط، يعني انت وات دو يو وانت تو باك اب، انت عاوز تباك اب ايه. هنا نخلي بالنا نركز في اللي جاي ده. حضرتك عندك تو اوبشن، اما ان انت هتستخدم ايجنت او هتستخدم سيرفر. يعني ايه؟ يعني خلينا نقول له في البدايه انا اللي جاي لك يا ايجر من عندي انا عباره عن فايل وسيستم ستيت. اوكي؟ تمام كده؟ يعني هاخد الفايل والفولدر اللي موجودين على الجهاز ده، اللابتوب اللي انا بشرح منه ده، وبرضه هاخد السيستم ستيت اللي هي لقطه الويندوز كده، حاله النظام، واطلعه من عندك. بس مش هاخد اي حاجه تاني. واقول له اوكي بريبير. شايفين الكونفجريشن اللي طلعت؟ قال لي ايه؟ ريكفري سيرفيس ايجنت. تمام كده يا شباب؟ ريكفري سيرفيس ايجنت عباره عن تول كده انا هداونلود ليها، وبعد كده هعمل كونفجريشن هتتيح ليا اني اخد الفولدر واخد السيستم ستيت واخد الفايلز من اللابتوب ده از باك اب على Azure كلاود. يعني ببساطه شديده وهنعملها مع بعض. لكن لو قلت له اللي جاي لك هايبر في مع الاثنين دول، مجرد هايبر في بس، بريبير بقى الانفراستراكشر، هنا طلع لي حاجه ثانيه تماما. والحاجه ديت كل ما هو بخلاف الفايل والفولدر والسيستم ستيت. اخترت اي حاجه بعد كده بقى، في ام وير، هايبر في، بير ميتال، ابلكيشن، اس كيو ال، تعالى ايه نتشوز كل ده. وقلت له بريبير، هي نفس الكونفيجريشن اللي طالعه لي المره اللي فاتت، اللي هي ايه؟ اللي هي الاجر باك اب سيرفر. فاحنا مطالبين بعد ما فهمنا آلية العمل، احنا قلنا هنركز لانه احنا هنطلع بكورس مش موديول، مش حلقتين ثلاثة كده ماشي حالك زي ما هي جاب في مش هتفهم حاجة صدقني، او زي ما من الناس تديها في اي تريننج كده يقول لك الباك اب سيرفيس مش عارف ايه، ويقعد يعمل لك لاب كده وانت ما انتش فاهم حاجة. لا، احنا طالعين بكورس، وكورس ان شاء الله هيكون محترم. فبالتالي احنا اتعلمنا ايه في الفيديو ده؟ اتعلمنا الرول اللي هنمشي عليها، انه الريسورس عندي تبقى في نفس الريجون اللي موجود فيه الفالت الخاص بيا، واثبتنا الكلام ده. بعد كده لما دخلنا علشان نعمل باك اب للاون بريمس عندي، احنا عندنا خيارين. الاون بريمس ديت هيجي منها ايه؟ هيجي منها ابلكيشن، ولا هيجي منها في ام، ولا هيجي منها فولدر؟ لان كل حاجه ليها كونفيجريشن خاص بيها. تمام كده يا شباب؟ فهناخد النهارده علشان ما نطولش، لان احنا لو خدنا السيرفر اعداداته يعني هو اصلا حجمه تقريبا 1 جيج، فلما نقعد نداون لود ونشتغل عليه هنطول. فخلينا النهارده بس نشتغل على الايجنت، بسيط جدا وسهل. فالايجنت يستلزم اني لو هاخد فولدر او فايل او سيستم ستيت فقط هشتغل على الايجنت. اوكي؟ فالنهارده هنشتغل على الايجنت. فلو قلت له هنا انا عاوز ابريبير، فهيقول لي داونلود للايجنت. تمام، هو اوريدي نازل عندي يعني، بس هنا هو لازم يتاكد ان هو اللاست فيرجن. فا اوكي انا هداونلود علشان انا يعني احنا مع بعض نتاكد ان احنا شغالين على اللاست فيرجن. اوكي، هو هنا خلص داونلود، تعال نعمل له انستول مع بعض.
هنا هو بيسألني انا يعني المكان اللوكيشن اللي هنزل فيه، طبيعي ان كلنا عارفين الكلام ده، والكاش الكاشنج اللي هحط فيه عملية الكاشنج اللي هتتم لما اباك اب وارستور. فبالتالي انت برضو لازم تراعي الكاشنج ديت، من المفضل ان انت تخليه في مكان يكون المساحة بتاعته كبيرة، خصوصا لو انت ملفاتك كبيرة وانت بتحضر لان انت يعني تنسخ عدد كبير من الملفات. نيكست، حضرتك لو بتستخدم بروكسي لانه الايجنت باي ديفولت هيطلع اوفر انترنت، فلو بتستخدم بروكسي، الله يرحم ايام الايزا والتي ام جي والحاجات دي، عموما لو بتستخدم بروكسي انت حضرتك مطالب ان انت تحط عنوان البروكسي الخاص بيك هنا. لو داخل كده زي حالاتي مفيش بروكسي، فبالتالي يعني بتتخطى العمليه دي. طيب هو هنا بيطلب منك نت فريم 4.5، لو متاح عندك اوريدي انستول خلاص، لو مش متاح اعتقد هو يعني بيسيرش ويعني بيداونلود ليه وبيعمل له انستول. فاحنا هنا بالنسبه لنا الحياه زي الفل مفيش اي مشاكل، فهقول له نكست، هيبدا يعمل عمليه الانستول كوبي النيو فايل، وتقريبا ما بياخدش يعني ثواني. هنا انتهينا من عملية الانستول وهي complete successfully. فاضل اهم خطوة اللي هي ايه، اللي هي انه اريجستر الايجنت ده بالبورت اللي عندي. فبالتالي هنا هروح للبورتال كده واقول له انا اوريدي عملت داونلود واستخدمت فعليا اخر اصدار من الريكفري سيرفيس ايجنت. فهنا هو هيقول لك او هيديك كريدنشال هي اللي هتتيح ليك عمليه الريجستريشن ديت. فهنا لو قلت له اوكي انا اوريدي، هيبدا يفعل لي الخيار الخاص بالداونلود للكريدنشال اللي احنا بنتكلم عليها. هقول له داونلود، هيبدا ينزل لي ملف تقريبا جيسون او تكست وات ايفر، هحفظه عندي في اي لوكيشن. تمام، هرجع للايجنت عندي واقول له لو سمحت انا عاوز اريجستر مع البورت. هيبدا يطلب مني الكريدنشال، فهعمل براوز واجيبها منين؟ من الداونلود اهي. اوكي، واقول له اوبن، يبدا يقرا البيانات، فبيبدا يقرا المعلومات اللي فيها، الباك اب فالت النيم والريجن الموجود فيه والسبسكريبشن الخاصه بيك والاكسباير بتاع الكريدنشال دي. هقول اوكي نيكست. هنا انت مطالب ان انت تعمل، هنا انت مطالب ان انت تعمل كود، علشان احنا قلنا ان الداتا بتروح مشفره، فعلشان تروح مشفره تطلع من عندك مشفره وتروح للايجر هتروح مشفره، فعلشان الايجر يفك تشفيرها لازم الاثنين دول يكونوا مطابقين، لازم الكود اللي طلع بيه البيانات مشفره يطابق الكود فك تشفيرها، وعلى العكس تماما برضو لما بتعمل عمليه الريكفري هي بتجيلك من الايجر مشفر. تمام، فبالتالي انت بتفك تشفيرها باستخدام نفس الكود ده. انت بالخيار يا تكتب له الكود مانيوالي، بس لازم تحتفظ بيه، لازم تحتفظ بيه فيما بعد هتحتاجه، يا اما تقول له والله جنريت. اوكي، فانا هكتب له كود ما عنديش اي مشاكل خالص، لازم يكون 16 كمان. اوكي، هنا انت مطالب تسيف الكود اللي حضرتك كتبته. تعالى نقول له سيف مثلا على سطح المكتب على الديسكتوب. احنا طبعا بنجرب يا شباب، الحاجات دي المفروض بتحتفظ بيها في اماكن فولدرات يعني خاصه بالعمل عندك، واماكن المفروض ان هي تكون يعني سكيور، ولكن احنا علشان بنشرح فبنستسهل الامر يعني. اوكي، هنا هيبقى على سطح المكتب، هقول له فينيش، ودي كانت اخر خطوه. هنا بيقول لي ان سيلكتد اللوكيشن، يبقى على نفس الماشين ديت اللي هستور عليها يعني
مش مفضل وكده، وممكن تتعرض لعملية اتاك او رانسام وير وتتشفر، يتشفر الملف فما يبقاش مفهوم كده. فهقول له اوكي، انا متفهم الكلام ده، يعني فاهم انا بعمل ايه، تمام. فطبعا انت كراجل فاهم مش هتعمل كده، ولكن احنا عشان بنشرح شباب، انت هتعمل ايه؟ انت هتاخد الفايل ده تحتفظ بيه في مكان امن، يا ريت كمان تبقى يعني على فلاش ميموري بعيد عن الايد، او في فايل شيرنج يكون مؤمن، او حطه على درايف او على وان درايف او جوجل درايف كده يعني، تمام. هو هنا بيرجستر الماشين ديت، الماشين ديت بترجستر مع البورتال، اوكي. العمليه دي بتاخد تقريبا دقيقه، دقيقه ونص، دقيقتين ماكسيمم يعني. هنا هو خلص وبرده طلع لي نفس التحذير اللي يعني بيقول لي انه انت متخزن لوكالي، اوكي. انت يعني انت بتعمل ايه؟ عايز اقول لي انت بتعمل ايه، ولكن انتوا تبقى فاهمينها كده يا شباب. هنا بيقول لك على فكره، انت لو الماشين دي ضربت رانسام وير ولا حاجه مخصوص مش هتقدر تعمل لك حاجه، نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، ناخد الملف ده نشيله في مكان امن. هقول له اوكي كلوز، ما عنديش اي مشاكل في الكلام ده. هيبدأ هنا يفتح لي الايجنت، هيبدأ هنا يفتح لي ايه؟ الايجنت. علشان ما نطولش وقت الفيديو، علشان احنا خدنا معلومات بما يكفي النهارده، هنخلي مرحلة التعامل مع الايجنت ومرحلة الباك اب للفايل، وكمان نجرب عملية باك اب، يعني هناخد مثلا باك اب لفولدر وندخل نحذف منه ايتم كده ونعمل له ريستور ان شاء الله. كل الكلام ده هيبقى في الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.